اوعي تاني تسترخصي وتستسهلي وتروحي تشتريه من الفرن، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. وعايزة اقولك اللهم بارك، هو بيتكلم عن نفسه، وطبعا هتعمليه بقيمة غذائية عالية لولادك، وطبعا النظافة مش هقولك عليها. تعالوا نسمي الله ونصلها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعمل شوية منين كده عسل، عايزة اقولك مع كوباية شاي كده الصبح ولا شاي بلبن، حاجة كده عظمة قوي. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأول حاجة هنحضرها مع بعض العجوة، دي كيلو من العجوة مش هحتاجها كلها، قولي هاخد كده منها بالنظر كده كيلو إلا ربع. هضيف عليهم معلقتين سمسم، وكمان معلقتين من الزبدة البلدي أو السمنة براحتك خالص أو الموجود عندك. وسمي الله وصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحطيلي لايك واعجني كويس جدا العجوة دي، خليها تبقى عاملة زي الملبن في ايديكي زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، البلح كتير دلوقتي، وجهزي العجوة عندك في البيت، وعملتها بطريقة سهلة كمان في القناة. بعد ما عجنت كويس جدا العجوة، تقدري لو ما عندكيش سمسم او مش بتحبي السمسم في قلب العجوة تقدري تستبعدي السمسم، تمام. وممكن كمان تستبدلي بدل السمسم بمعلقتين تلاتة كده من السوداني المطحون او المجروش، هيبقى حلو برضو جدا جدا من ايدك وقيمة غذائية عالية. هنا عملت ايه؟ سميت الله وصليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونخلت 2 كيلو من الدقيق. ضيفي على ال 2 كيلو من الدقيق رشة ملح، وكمان معلقتين من السكر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان معلقتين سمسم. وبرضو معلقتين سمسم دي اختياري، تقدر تضيفي ينسون، تقدر تضيفي شمر، حسب ما بتحبي المنين بتاعك بالنكهة عاملة ازاي. هنجيب العجان بتاعنا كده ونضيف فيه 4 كوبايات من السمنة، او 3 كوبايات سمنة وواحدة زيت. انا ضفت 1 زيت و3 كوبايات من السمنة، حسب ما انت ما بتحبي وحسب الموجود من عندك. وتقدري تضيفي 2 زيت، وتقدري تضيفي كمان قصادهم 2 سمنة. الكيلو الواحد بيحتاج مادة دهنية 2 كوبايات من المادة الدهنية، سواء زيت سواء سمنة او زبدة، المتوفر عندك ضفيه. وهنسمي الله كده ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنعمل عملية بس كده للمنين. هنغلف كويس جدا جدا المنين بالمادة الدهنية اللي احنا ضفناها، تمام. ولو انت اول مرة تشوفي قناتي اشتركي معايا في القناة، فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، حطي لي لاف حلو منك كده لو انت على الفيسبوك، ولو انت على اليوتيوب لايك حلو منك ودعوة منك كده لاختك دودو، وكمان ليكي بالمثل. هنا بنعمل ايه بعد ما بسينا كويس جدا الدقيق بالمادة الدهنية؟ بنضيف الحليب. هنضيف دي كده 2 كوباية من الحليب، الحليب سواء حليب عادي او حليب رايب او لبن رايب هيبقى معاكي زي الفل. تقدري تضيفي علبة زبادي والباقي مية، هيبقى معاكي زي الفل، تمام، حسب ما انتوا حابين ضيفوا. هنا العجان جري شوية لورا، وكمان طفيت العجان وابتديت ان انا اساعده واقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالمعلقة الخشب. دي كده معايا 3 كوباية من الحليب. هنسمي الله ونبتدي برضو نشتغل تاني بالعجان. دول 2 كيلو من الدقيق، تقدري تقسمي الكمية اللي انا ضفتها في كل حاجة، يعني معلقتين السكر تضيفي معلقة واحدة، معلقة الملح الصغيرة تقدري تضيفي نص معلقة صغيرة من الملح، وتقدري كمان تضيفي زي ما قلت ضفت دي كده 1/4 كوباية من الحليب، تمام، وتقدري تضيفي معلقة واحدة من السمسم على الكيلو. بس صدقيني ضعف الكمية هتحبيه جدا ومش هتبطلي تعمليه عندك في البيت. دي 5 كوباية، وعندي هنا ال2 كيلو خدوا 5 كوبايات من الحليب، يعني الكيلو هياخد معاكي 2.5 كوباية من الحليب. او لو عايزة تعمليه بمية هيبقى من ايدك زي العسل، اعملي بمية مفيش مشكلة. تقدري تضيفي كمان على الدقيق 2 معلقة من الحليب البودر بديل اللبن، يعني ملكيش حجة. قومي يا لوزة واشتغلي واعملي لولادك احلى حاجة. معايا العجينة بتاعتي مظبوطة جدا على 5 كوبايات
بقت عامله معايا زي الملبن. اللهم بارك، هي العجينه دي كده مظبوطه جدا. بريحها كده على الرخامه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هجيب كام كيس كده واغطيها وهسيبها قد ايه، هسيبها 10 دقايق بس، وهسمي الله ونبتدي ناخد كده قطعة وابتدي افردها بالنشابة او بايديا، وكمان هجيب العجوة وافردها قدامي كده برضو بشكل طولي. طريقتها سهلة وبسيطة، وتقفلها عايزة اقولك ما بتاخدش معاكي ثواني، وتكوني جهزتي احلى منين في الدنيا من ايديك الحلوين. هبتدي برضو اضغط كده، وعلى قد العجينة هاخد وابتدي اقفل العجينة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى عندي كده قطعة المنين كلها عجوة وزي الفل، احسن من المعمول، واحسن كمان من البسكوت اللي هتشتريه من برة، او المنين طبعا، او القراقيش اللي بتشتريها من الافران. حاجة نظيفة، حاجة انت عاملاها في بيتك، وكمان زي ما قلت قيمة غذائية عالية، لا هيحطلك الزبدة او السمنة اللي انت هتحطيها ولا الكلام ده كله خالص. ابتديت هنا ضغطت عليها ضغطة، وبعد كده بتقطعي بالشكل ده. وفي الوقت ده يا حلوين نسيت ان انا اضيف سمسم على الوش. هبتدي هاخد قطعة تاني، وعلى طول برص طبعا في صاج جنبي. الصاج مش مدهون اي حاجة، مش مدهون اي مادة دهنية، لا زيت ولا زبدة ولا سمنة. هضغط كده على العجوة اهي، جميلة جدا. عايزة تستبعدي السمسم اللي في العجوة مفيش مشكلة، عايز بس هي كده اعمليها زي ما انا عاملاها، صدقيني هتدعيلي عليها. بس طبعا انا بقول البدايل او اللي انت ممكن ما تضيفوش، خليك انت دلوقتي بتشوفي الفيديو ما عندكيش سمسم تقفي على الوصفة، لا طبعا والنبي ما تقفي، اشتغلي واعملي احلى حاجة من ايديكي. هضيف كده على الوش كده ايه سمسم، واضغط عليه عشان مي لما عندي اسمه ايه ده، لما عندي المنين يستوي ما يخرجش السمسم من عليه. وقولوا لي انت بتقولي عليه منين ولا قراقيش، هما الاتنين معنى واحد، منين بالعجوة او قراقيش بالعجوة. هبتدي كده اضغط عليها برضو وافرد على قد كده قطعة العجين اللي انا حطيتها، وابتدي اقفل عليها. لازم تقفلي كويس جدا عشان ما لما تخمر ما تفكش معاك. يبقى انا مريحتش الاول العجينة غير 10 دقايق بس، وممكن 5 دقايق لو الجو حر. تمام، في الشتاء هي 10 دقايق وتشتغلي، والتخمير بعد ما بتقطعي وتحطي فين، تحطي على الصاج. لازم تختمر وهنشوفها مع بعض. تضيفي كده في النص السمسم وتضغطي وتضغطي عليه عشان خاطر ايه السمسم ما يطلعش معاكي في السوا بعد ما تستوي يعني. بضيف كده على طول وارص في الصاج على طول جنبي. اللهم بارك، ده اول صاج كده. تاني صاج طبعا انا خلاص عملت بقى الكميه كلها، هسيبها بقى لما ترتفع وتختمر. هي كده اختمرت معايا ودخلتها على درجه حراره 100 الاول، درجة على فرن عالي، درجة حرارة عالية، وبعد كده بتهدي النار اول ما تدخل الصاج على 160-170 عشان يستوي كده ويقرمش ويبقى معامل معاكي زي البسكوت. دعوة حلوة من القلب وليكي بالمثل، وعايزة كل الكومنتات تقولي رأيها بقى في المنين النهاردة. حاجة كده والله العظيم فعلا رايقة، وعايزة اقول لكم فاخر من الاخر، ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم. قولوا امين، ويلا جربوه واكتبوا له في الكومنتات، والسلام عليكم.